أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عيد الشرطة يعد عنوانا لقدرة المصري على تحدي المستحيل والوقوف أمام المحن، مشيرا إلى أن بناء الدول لا سبيل لتحقيقه من دون الحفاظ على الأمن القومي. وأوضح الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 71 أن المصريين حافظوا على دولتهم ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير، مضيفا أن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتمون عليها تحقيق قفزات تنموية هائلة. وشدد الرئيس السيسي على ثقته في قدرة مصر على العبور وتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها السلبية بالعمل المخلص. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز على متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين الأمني والاستخباراتي. من جانبه أعرب بيرنز عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من كونها مركز ثقل في الشرق الأوسط ودعامة للأمن القومي والاستقرار به تحت قيادة الرئيس السيسي. أكدت الرئاسة الروسية أن أوكرانيا سوف تدفع ثمن تزويد الغرب لها بالدبابات، وحذر الكرملين من تبعات هذه الخطوة، مشددا على أن كل الدول التي تسلم أسلحة لأوكرانيا يجب أن تتحمل المسؤولية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انفتاح بلاده للحوار وتأييدها لحل كل النزاعات سلميا، مشيرا إلى أن الدول الغربية تقف وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع. وأضاف لافروف خلال اجتماع مع نظيرته الجنوب إفريقية أن موسكو أيدت اقتراح كييف بإجراء مفاوضات العام الماضي، لكن الأخيرة هي التي رفضت لاحقا وحظرت المفاوضات مع روسيا على مستوى تشريعي. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيبي بوريل أن الاتحاد تخلص تماما من الاعتماد على الطاقة الروسية. أعرب صحفية عن أمله في أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحا لتصحيح الوضع السلبي الخاص بسوق الطاقة العالمية قريبا. أنهت قوات البحرية الكورية الجنوبية تدريباتها الشتوية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة، والتي أقيمت تحت مسمى التنين المزدوج في المناطق الجبلية المحيطة بمنطقة بيونغ تشانغ. وقال مصدر عسكري كوري جنوبي أن التدريبات امتدت 18 يوما بمشاركة أكثر من 160 عسكريا من وحدات الاستطلاع في مشاة البحرية، بهدف رفع المستوى القتالي للقوات في ظل ما تسميه سول التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.